كاين بعض الرجاويين اللي كيقولوا كنتي رجاوي كينسبوك لهم. تمناو لي انني نكون كيتمناو، ولكن شوف كاين دو ريفيرونس في الحياه ديال محمد طلال. هو كاين جوج لاعبين الوداد اللي واحد فيهم سميتو سعيد زماره، وانت غتكون دانشق عنشق بيني وبين دارهم خطوتين. اين زمار الكبير ولا الصغير؟ سعيد ماشي خالد الله يرحمه، لعب في الوداد وراجع ولكن ودادي. بار كونتر باه اللي هو با العربي زمار الله يرحمه كان رجاوي حتى النخاع، سيرتو ملي الرجا غادي يجريو على ولده ما بقاش في الوداد، اولا بشي طريقه ما بقاش في الرجا، غادي يجي للوداد غيولي با العربي كيكره شي حاجه سميتها الوداد ولا رجاوي حتى النخاع. بحيث انني في 7 سنين 8 سنين انا كنت كنلعب مزيان كره، وفي تيران الصحراء اللي تكلمنا عليه دابا في الاوف في الشورى ما لعبتش بزاف لانني كان كيلعبوا في غير اتفاق ديك الساعه، دونك كنلعبوا في الدرب وداك الشيء. سبا العربي زماره خداني داني لفريق الرجاء، وانا شكون اللي باليني بالوداد بزاف هو ولده سعيد، ان فين ما كيجي من بلجيكا لانه كان اطار في بلجيكا. دونك الاج دو 8 طون ما بغيتش نمشي ولا من الرجاء، انا بغيت الوداد. الوداد كان خصك الا بغيتي تدخل المدرسه ديالها خصك تخلص، ما فيهاش شي حاجه مجانيه، وكان هذا اختيار ديال المرحوم الحاج مكوار، انه خصك فعلا تكون كويري بزاف باش انك تختار ما بين 3 ولا 4 اللي غيدخلوا الوداد بدون ان يؤدوا المصاريف ديال مدرسه كره القدم. واللي زاد حمسني بزاف هو ان كان التيرات الحمري ما كانش الكازو عند فريق الرجاء، دونك مشينا للوداد الاج دو 8 طون، ما دانيش بول عربي زماره، داني الحاج وليد الله يرحمه في النار بكبور. مشيت للوداد، دونك اقول لك المسار ديالي كيفاش اخترت هذا الفريق هذا. انا لعبت 8 طون، لعبت نافون، ولعبت كاس العالم المصغره اللي دار مكوار في الوداد اللي دار مكوار، وكنت الى جانب الشبوكي عادل. هذا هو الاختيار ديالي، كان كيف ما قلت لك انت خير العارفين بان مركب محمد الخامس ما كانش مقسوم على جوج. دونك ملي كان كيكون شي ماتش اللي مهم، مثلا انا ما عقلتش على هذيك كلمه اش من كان ماتش اللي كان حضرت فيه، ولكن حضرت فيه انا كودادي ما يمكنش نغير. هذا اختيار كيكون عندك انت عائله وداديه، انا قلت لك خويا بور مو فير بليزير لانه بحال ولدي سمى بنته وداد. الان انا حياتي من بعد الوالدين، يمكن هذا الخطاب هناك اعداء هناك احباب هناك ناس اللي يقدروا يديروا في الخانه اللي خصها تمشي فين، ولكن انا كنقول لك علاقتي بالوداد غير عاديه. انا انسان لم اوفق في ان اواكب كاسكيت ديال القبعه ديال المسؤول مع محب، وهذا رسالتي لبزاف الناس اللي مازال باغيين يدخلوا للتسيير. اذا كنت محبا عاشقا لشي فريق راه ما غاديش تنجح كمسير، لان